اللي هو الحال صار داعش ومن جوا داعش أكيد تغير كل الحال يعني بالعراق وبالأخص بدياله، وإحنا كوننا موسيقيين واجهنا صعوبات يعني بهذا المجال، لأنه أكو قلق أكو خوف يعني من بعض الموسيقيين يتخوفون من هذا الشيء. نحمل الآلات صعوبة بحمل الآلات، بس إحنا قدرنا يعني كل جهدنا إنه نواجه هذا الموضوع ونتغلب عليه. الموسيقى هي اصلا رساله السلام، هذا الشيء احنا كلنا نعرفه وكل المجتمع يعرفه. رساله السلام هي الموسيقى، لان الموسيقى تنسمع وتنفهم يعني بالعالم كله، لان هي لغه واحده ومثل ما يطلق عليها هي لغه الشعوب.